رجعنا لكم تاني لحلقه السبت من صباحات سودانيه، اولى ملفاتنا اول مواضيعنا للحلقه الليله. دايما لما يكون في طفل في البيت، طريقه تعامله وتثقيفه في التعامل مع الاخرين دي مسؤوليه الاب والام والمدرسه في بعض الاحيان. دي مسؤوليه مشتركه بين ثلاثه اضلاع. بيكونوا دايما لو ما مشوا في نفس المسار او في نفس الاتجاه بيكون في خلل في النفسيه بتاعت الطفل الموجود. لازم الاب والام والمدرسه الحته اللي بيتعلم فيها يكون ماشيين في نفس الاتجاه عشان يطلع طفل من جانب أكاديمي كويس ومن جانب نفسي أعتقد اللي هو أهم، يكون برضو كويس وسوي وقادر يتعامل مع الآخرين بشكل ممتاز. عشان نتكلم على الموضوع ده، كيف تقدر تتعامل مع الطفل وتثقيفه في الصحة النفسية يكون شكله عامل كيف، معنا داخل الاستوديو دكتورة فاطمة أحمد الطيب، معالج نفسي متخصص في الأطفال. دكتورة فاطمة صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور، وكل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله انت بألف خير. الاجازه بدات طبعا صح؟ ايوه. احنا الليله جاوبناكم جميعا من الاجازه لكن عافلين ما في اي مشكله بخدمه. طيب ان شاء الله الليله بنتكلم عن موضوع الاهتمام بالصحه النفسيه للاطفال وتحسين سلوكهم من خلال الصحه النفسيه بتاعتهم. لما يكون صحته النفسيه ممتازه اعتقد سلوكه بطبيعه الحال بيكون كويس. صح. انا دائما ما قاعد احب الكلمه بتاعت سلوك دي او سلوكيات او هي طبعا كلمه وارده، لكن في الأطفال بيقول لك مثلا الطفل ده سلوكه مختلف، سلوكه عنيف، حركته كثيرة. فيه هي طبعا الأهل بيقوم وبيربطها بحاجة بعقليتهم لأنه الأهل كبار، فبقوم بيشوفوا لما الطفل ده يتحرك أو يكون عنيد أو يكون بيضرب أو بيكون مثلا مصر إنه عاوز الحاجة العين عليها، بقوم بيشوفوها حاجة غريبة. لكن نحن لو رجعنا بالذاكرة لورا بنلقى إنه دي الحياة كنا بنعملها نحن ذاتنا نحن صغار. يعني الأمهات والأبهات كلهم لو ركزوا شوية بلقى إنه دي حاجات أصلا تحت العمر، دي متطلبات العمر. ده كل طفل بيكون عنده رغبة في حاجة معينة، بيكون دايرة طبعا بصير عليها تستكشف، بيكون داير يعرف الحياة كلها. فهي هو ما سلوك غريب ولا أي حاجة، لكن بس بيبقى غريب علينا احنا بعد ما نكبر. فنحن عملناه واحنا صغار. بالضبط كده. لكن ما نتقبله في الطفل اللي قدامنا. فعلا. يعني دي حريته صح؟ هو عيب نقول الاطفال عندهم حريتهم كامله، لكن ما كامله للاخر. تمام؟ لانه بكون حريته فيها مش الطفوله اللي هو عايش فيها. ايوه، في حاجات وفي متطلبات العمر زي ما بنقول، لكن ما نديه الصلاحيات لمثلا حاجات خطره. فدي هنا بيبقى الدور بتاع الأم والأب، وزي ما قلت أنت في بعض الأحيان بتكون المدرسة إنه توجهوه على السلوكيات الصحيحة ويتوجه على الـ على الـ على الـ على ردود الفعل الصحيحة. فهو التعامل مع الأطفال صعب وسهل في نفس الوقت، وأنا بقول سهل أكتر من إنه صعب، بس الـ 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 الفكرة بتبقى إنك كيف تقدر تفهم على الطفل ده عشان تقدر تتعامل معه. يعني كلنا بنتعامل مع الاطفال على اساس انه مثلا لما اي الطفل يطلع مثلا في ترابيزه ويكون داير يجيب حاجه، نحن بنكون شايفين الحاجه دي خطره وهو المفروض يكون فاهم انها خطره، لكن ما بيكون فاهم كده. فلو فهمنا بس الحته بتاعت انه هو عقليته ما قادره تستوعب الحاجه دي بنقدر نتعامل معه. هو ما شايف مدى خطوره الحاجه دي. بالضبط كده. ممكن يكون عارف خطره بالضبط، لكن ما عارف انه ممكن تجرحه. أيوة. ممكن تسبب له اذى، ممكن تسبب له اعاقه مثلا في حاجه. بالضبط كده. لكن هو داير برضه يجربها. صح. مهما كانت هي صعبه او كعبه لكن داير يجربها. يعني احنا كبار كده، نحن بنحب نجرب. يعني خليك مننا اطفال، نحن مرات بنعمل مخاطرات كثيره خطره. بالضبط كده. طيب اي طفل دكتور فاطمه بيتولد صافي 100% اعتقد. أيوة. صح. انت بقل بتخد الطوب وبتبني وبتعمل الاسمنت بتاعك وتهيئ بقى الطفل بتاعك. صح. فانا كيف بقى اقدر ابني اول طوبه اخدها كده؟ الطفل ده من سن كم كده بيبتدي يقول انه ابتدى في تكوين الشخصيه بتاعته؟ كويس. في اطفال مما يتولدوا يقول لك ده ما اعرف بيبكي، ويكون عنده اسبوع شخصيته كعبه يقول لك بيبكي وبكاي وما بكاي طبع شين. دي الامهات السودانيات بيقولوا لسه عنده 3 يوم. بالضبط كده. أنا دائماً بقول إنه الأعمار الصغيرة كويسة للتشكيل، لكن ما التشكيل الصلب. يعني أنت ما تصير إنه الطفل ده مثلاً يبقى قراي، يبقى زول ممتاز في الدراسة. كل زول امتيازاته في حاجة معينة. يعني أنت امتيازك في التقديم مثلاً. طيب. أنا امتيازي في التعاون مع الأطفال. في زول تاني امتيازه في الرسم.
في زول غيره امتيازه في التلوين، في زول في التمثيل، في ناس في الرياضة، في زول في أي في زول في الرياضة، كل زول امتيازه في حاجة معينة. فأنت تفهم الحاجة الطالبة طفلك أو الراغب فيها، بعد ذاك تبني تبدأ تبني الطوب بتاعك على هذا الأساس زي ما أنت قلت. الفكرة بتبدأ من الطفل أصلاً من البداية. أنا دائماً بقول إنه في الفترة بتاعت التنمية دي الأطفال بيكونوا بعينه مثلاً للمودلز بتاعينهم، الأب، الأستاذ، الخال، الزول اللي بيكون شايفه أنا عاوز أبقى زيه. أيوة. فبكون مثلاً بيقوم بشيل حبة من أبوه، بشيل حاجة من خاله، فبتلقى إنه في حاجة في اختلافات. نحن ككبار ما بنقدر نفهم الحاجات دي. إنه شافعي ده بقول لك مثلاً والله طفل ده بيكون قاعد كويس في أمن وأمان، لكن لما مثلا يجي زول يشيل منه حاجه حقته بقوم بيضربه. في احتمال السلوك ده بتاع الهدوء ده يكون مثلا حق خاله. الحاجه الثانيه دي حقت مثلا صاحبه في الشارع. فالاطفال دائما بيلقطوا الحاجات ويكتسبوا الحاجات دي من برا. اي فمهمه الاباء والامهات، انا دائما بقول اباء والامهات، ما الامهات برام، انهم التوعية للأطفال إنه الحاجة دي الحاجة الصحيحة مثلاً، إنه مثلاً الحاجة دي غلط، لكن ما تقول له غلط وغلط وخلاص يعني انتهى الكلام، بتقول غلط وبتفسر له بتفسر، لكن حتى التفسير ذاته بيكون مدعب شوية لأنه أنت بتكون داير تفسيرها بالحاجات الطفولية. تمام. وتاني برجع وأقول التعامل مع الأطفال ما صعب. طيب بس الفهم، أنا قبل ما أفسر للطفل أفسر لروحي كيف السلوك اللي هو عمله. طيب يعني انا قبل ما ابدا اخذ خطوه بتاعت انه انا اضرب، في ناس بتضرب وفي ناس بتتكلم وفي ناس بتتكلم بطريقه حاده وفي ناس بتعاقب، فانا لنفسي ابتدي افسر السلوك ده كيف عشان اعمل على اساسه تصرف صحيح. طيب انا حسألك سؤال مثلا، لو في ما بمشي طوال اذا بيسالني سؤال مش طوال. لو طفلك مثلا لقى، نقول في ايامنا تحت المطر، لقى مويه المطر برا ودخل فيها ولعب ولعب لعب وجي راجع، انت دقيته ليه؟ لانه كنت خايف عليه، لانه انا عارف المخاطر ممكن تكون في مويه المطر. كويس، هو ما فاهم المخاطر دي. صح، وشايف مويه قدامه ولا عارفه. فهنا انت بتبدا بالتبرير بتاع الموقف اللي هو عمله. هو عمل الموقف ده لانه شايف دي مويه وانا حعيش فيها رفاهيه يعني، ده العب فيها وحالعب وحاتسلى وحقضي وقتي. صح. لكن انت السلوك ده بتشوفه حاجه غلط. الزول ده ما مفروض يمشي على المويه الوسخانه دي، الزول ده المويه دي فيها امراض، فيها مشاكل، فيها حاجات، هو ما بكون فاهم الحاجه دي. فاصلا بدايه التبرير مفروض تبدا من الاب والام، او عندنا هنا طبعا في السودان الاسره كلها بتربي. صح. اب وام وعم وخال وحبوب كلهم. فبدايه الجيران ذات بيربوا معك بالضبط كده. بدايه التفسير مفروض تبدا مننا احنا، ما تبدا من الاطفال. يعني انت تفسر انه الطفل ده هل فاهم الحاجه دي انها صح ولا غلط، بعد ذاك انت تبدا توجه على الاساس ده. يعني اديه مساحه بتاعت انه اتفاهم. اي هو مفروض التفاهم. يعني انت مشيت لعبت في المطره دي. صح. وطبعا اجابته تكون واضحه انه عشان انا شفت مويه واصحابي مش لعبوا في لعبت. فابتدي هل لكن هو هيستوعب موضوع انه انت المويه دي ما عارف يكون فيها شنو؟ هم بيستوعبوا. يكون كهرباء فيها، كهرباء فيها، حاجات كثيره يعني. طيب في برضه في سياسه الترعيب، انه انا ارعبه واخوفه من الحاجه دي. اعتقد دي نفسيه ما صح. ما صحيحه. لانه تبني في مخيلته. أيوة. حاجات ممكن اللي قدام انت بقى له وصمه يعني في شخصيته. بالضبط كده. انت كنت سالت قبل شويه عن انه هو كيف حيقدر يستوعب الكلام اللي انا قلته. الكلام اللي انا قلته ده. عقول الاطفال انت قبل شويه قلت انها نظيفه، عقولهم نظيفه شديد لدرجه انه عندهم نسبه بتاع الذكاء كويسه شديد، يعني بيكون قادر يفهم كلامك لكن داير تبسيط. ما هو بيعمل في الموقف لكن ما قادر، ما عارف انه خطر. لكن انت بعد ما تجي وتقعد وتتكلم معه، قبل ما نبدا كنت بتكلم لك عن انه الاطفال الكلام معهم ما الحاجه اللي بتجدي نفعا. دائما الاطفال بيقربوا لهم بحاجاتهم اللي بيحبوها، زي ما قلت لك الرسومات، الالوان، حكايه القصص. في اطفال بيحبوا يحكوا قصص. فنحن عندنا الحكاوي، عندنا الحواديت القديمه بتاعت الحبوبات. فكيف نصيغها ونوصلها لهم بالطريقه اللي هم بيحبوها. فدائما اول حاجه الام او الاب مفروض يفهموا اطفالهم رغباتهم شنو، او الطريقه اللي بتقدر تصل لهم بها شنو، حتى بعد تفكيرهم ذات شكلها عامل كيف. أيوه. في شخصيات او في اطفال بيكون عندهم حاجه احنا بنقول عليها انها موروثات.
ولا ده طالع لي جده، ده طالع لي عنده اللي عنده راسه ناشف وزي الطوبه وما اعرف. فهل فعلا الحاجه دي هو اكتسبها بالجينات لكن، ولا هو شافها انتوا عملتوا مواقف قدامه طيب فما تتعاقبوه على حاجه هو شافها قدامه؟ السلوكيات عادة اللي بيعملوها الأطفال بتكون من المراقبة، الأطفال ديل بيتعلموا زي نحن زي بنقول بالأوبزرفيشن، دائما بيكون مراقب الأب ده بيعمل في الحياة الفلانية بقوم أنا شوية شوية بجربها، أمي عملت الحياة الفلانية بقوم بجربها. لو عندكم أطفال في البيت تكون لاحظت الحاجة دي، فدائما بيقول لك الطفل لو دار تعلمه حاجة ما تقولها له، أعملها قدامه عشان هو ذاته يمشي على اساسه، لانه هو ما شايفك بتعمل فما حيعملها. صح. فالقصه بتاعت الموروثات بتاعت السلوكيات دي هي مش جينيتك، لكن في بالاوبزرفيشن بتتبني، المراقبه بتاعت الاطفال يكون شاف الحاجه قدامه. ايوه بقى راسه ناشف وبقى في عنيد. في قصه قبل كده كان قريتها، في اب عنده عاده انه هو كل ما يتغدى بيقوم بيقعد في يعني مثلا بيقعد في الصالون وبولع سيجاره. فيوم الطفل خلص الغداء وهم لسه قاعدين في الصالون، مش قاعد في نفس المكان، وفتح البتاوي بتاعت السجاير وقعد ولع سيجاره. الاب قاعد يبكي في اللحظه دي، يعني لانه هو شاف حياته عملت كل يوم. هاي الموديل طفل عنده 5 سنين العمل الحياة اي ولد الاعمار بتاعت زي ما انا بقول السوداني بتاع تلقط الحاجات. ايوه شوف وصل مدى تفكيره لشنو نعمل حاجه بيعملها ابوي. هو شايف ده صح لانه ابوي بيعملها كل يوم، بيقوم من السفره وبيقعد في الصالون بيفتح السجاره بيولعها. ما انا بقول لك ممكن فاهمين مدى خطوره الحاجه دي. أيوة. الحاجه دي صح ولا ما صح؟ الحاجه دي غلط؟ انا بعملها ابوي في البيت معناه خلاص يعني بالضبط كده، ما محتاج لها تفكير يعني. فدايما بقول انه الحاجات بتاعت الاطفال لو دارين تغيروها بده غيروا في البيت او غيروا في سلوكياتكم انتوا. ايوه طيب انا كيف اخلي الطفل ما هو كمان ممكن ما نظم الاباء والامهات، في اطفال بيجيبوا حد من برا، انا كيف اخليه ماشي في الطريق بتاع السلوك الصحيح ده بدون ما هو ينشغل باي سلوك خارجي اذا كان في المدرسه او في الشارع او في اي حد. طيب يعني كيف اعمل له طريق كده اسيطر عليه؟ طيب اشراك الاطفال في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الواجبات المنزليه اللي هي مثلا انا دائما بقول كل ما دار تبني شخصيه طفلك مسكه مسؤوليه حتى لو كان صغير. المسؤوليه بتاعت انه مثلا نبدا بالحياه الصغيره، انت مثلا انت مسؤول من تنظيم كراساتك بتاعت المدرسه، هدومك بتاعت المدرسه تحطها في الحته الفلانيه، ما بعرف ما الـ 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 الشنطه بتاعتك تحطها في المكان الفلاني. فدي لما تبني في الطفل القصه بتاعت المسؤوليه دي بتبني فيه الحته بتاعت انه مثلا في حاجات بتفتح معاه طريق بتاع انه في حاجات برا انت ما مفروض تمشي بها، انت دايما تعال اسالني او تعال نحن نتكلم نتفاهم او كده. وفاتحين باب بتاع نقاش بالضبط. انا دايما بقول للامهات والاباء انه اطفالكم لما تكونوا دايرين توجههم لحاجه اقعدوا معاهم في الارض، الأطفال بيحبوا يقعدوا في الأرض، يقعدوا معاهم في الأرض ويتكلموا معاهم إنه مثلا الليلة في المدرسة حصل شنو؟ شفت ممنوع عمل كده، ده لو أنت شفت فيه سلوك غلط زي ما أنت فاهم. منو شفتوا الليلة عمل كده؟ منو الليلة من أصحابك مثلا ضرب صاحبه؟ منو من أصحابك شرط الكراس بتاعه؟ كده بيتلفظوا كمان مرات الأطفال عندهم مع بعض، فبتسأله بتقول له إنه مثلا العمل حاجة، طيب أنت في رأيك الحاجة دي صح ولا غلط؟ دائما اخذ راي الاطفال عشان زي ما قلت لك تبني فيهم الحته بتاعت المسؤوليه. انت عندك راي وعندك كلمه في البيت يعني. صح. فبالنقاش وبالتفاهم الاطفال بلينوا. انا بتذكر انه في امهات بيجوني بانه اطفالهم بيجوا عنيدين شديد. قلت لها انه الحجر ما بيجي مع الحجر. ايوه. صح. فبلين اي حاجه بتبقى. عندنا مثل السودان تخليه بيتكلم عن انه الكلمه الطيبه جواز السفر وكذا، فدائما نستخدم اللين ونستخدم الكلمه الطيبه مع اطفالنا عشان نقدر نلين شخصياته ونلين. طيب الطفل العنيد ده هل هو اتولد عنيد؟ لا ما اتولد عنيد. انا دائما بقول انه الاطفال ده بتولدوا ورقه بيضاء، ما يعني ما 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 بتولدوا بالحاجه دي، الحاجات دي كلها بيشيلوها من البيئه اللي حوالينه. انت ركوب الراس معاه وهو بيجي بيركب معاك راس وشاف الحاجه دي فيك فبيجي بينفذها معاك كمان. صح. في ناس كمان بيمشوا انه طفلهم عنيد ده حاجه ثانيه بنتكلم عنها دايما، ممكن يكون الناس كلها عارفينه اكيد الابهات والامهات شايفيننا ان هسه بيكونوا عارفين الضرب عنيد وبترد عليه كلمه بكلمه خلاص بضربك طوالي. طوالي طيب الضرب ده هو عاده ممكن يعني الحاجه اللي انا بلاحظ لها الضرب ممكن عاده عشان تقوم الطفل.
الضرب بيكون غيزة بس في غيزة في الأم ولا في الأب، بيقوم بيضرب الطفل لأنه هو مغيوس شديد من الموضوع ده. فالضرب إرضاء إرضاء الآباء لإرضاء الآباء والأمهات، لكن ما بكون عشان يقوم به الطفل، لأنه في أطفال أصلاً شخصياتهم بتكون إنه أنت عملت لي الحاجة ده أنا الحاجة دي اللي أجربها، وبكون نفسه يجربها، أنت ليه ما تخليه يجربها؟ ما تضرب، أمشي معاه لحد ما يصل الحاجة اللي عاوز يجربها دي يجربها، يصل الحيط ويجرب معاه يشوف ذاته ويستكشفها، لأنه لو بعد 100 سنة حيكون نفسه يجربها، حتى بعد ما يكبر يكون نفسه يجربها. فالأطفال أصلاً معهم الحاجة اللي عاوزينها، هم ما توقفهم وما تضربهم. الضرب ده مشكلة كبيرة شديد. في برضو بعض الآباء والأمهات يقول لك إحنا كلنا زمان ما ضربنا، طلعت معوق، طلعت عندي حالة نفسية، ما طلعت كويس. أنا بقول الزمن اختلف عن الزمن. أي. يعني الطفل اللي إحنا ضربنا قبل 20 سنة ما زي ما تضرب طفل هسه 2018. صح. أنا قبل 20 سنة ما بعرف ولا بعرف نت ولا بعرف أخوش أبوي ضربني الليل ليلة يعني. لكن الليلة لو دخلت كتبت أبوي ضربني هيجيك مقالات. أي. عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل والحيث الأطفال بيجوا غيرنا زمان. لكن هي من ناحية نفسية الضرب بجد بيبني جوا الأطفال حاجات كعبة شديد. بدخل جواه مشاكل يعني انت ما بتكون بتعاين لخطورتها او بتكون عارف يعني ما بتكون فاهمه ذاته لقدام بتظهر قصه خوف قصه طبعا الخوف ده اسوا حاجه يعني كونك تكون مكسوره ومهزوزه فدي قصه الضرب بتبني الحياه دي والاطفال. دكتوره فاطمه امبارح ما اعتقد الفيديو كنت ما شفته لكن بتاع الطفل اللي كان في الحادثة بتاعت المركب بتاعت 23 طفلة في المناصير، شفنا الفيديو ده كلنا انه حكى القصة، قال انه انا كنت موجود مع اخواني، هو قال كلمة انا ما اعرف يعني حسيت شيء، قال الشباب يعني الشباب اللي كانوا معانا في منه ما بيعرف يعوم فغرق، وانا عشان بعرف اعوم فقدرت اطلع، وعندي اخوي واختي ماتوا. ما أعرف الحالة النفسية اللي هو بيكون موجود فيها الآن، أو وبعدين ما قدر يكمل القصة، قال دي قصة ما أقدر أكمل وقاعد يبكي. الطفل ده هو طفل يعني أعتقد سنه ما يتجاوز 8 9 سنين، طريقة التعامل معه كيف الآن؟ دي صدمة أعتقد هتكون بصمة في حياته لحد ما أبد الآبدين يعني. طيب أنا قبل ما أبدأ أولا حابة أعزي أمهات الأطفال ديل، وحابة أعزي كل الأمهات السودانيات، وأعزي نفسي وأعزي المجتمع السوداني عموما، لأنه دي ما حادثة هينة ويعني دي حاجة كبيرة شديد. تمام. أما بالنسبة للطفل ده هم النجو كلهم يعني هو في 23 توفوا، لكن ما هو ده اللي عنده شجاعة أنه يقف قدام الكاميرا ويتكلم، لكن في أعتقد ما بتكون عارف الباقيين الحاصل عليهم شنو. فنحن دائما بنصنف الحوادث اللي بتحصل زي دي بانها صدمه بتقع على الطفل، زي ما قبل كنت بتكلم معاك انه درجه تقبلك انت للحاجات ما زي درجه تقبل الشخص الاخر. في اطفال احتمال يتقبلوا الحاجه دي لكن بتكون لسه معلمه جواهم او خاطه بصمتها لسه جواهم، زي ما سيت قلت انه الطفل ما قدر يكمل كلامه. الاطفال ديفينتلي بكون تعرضوا لهزة نفسية حتى لو كانت بسيطة، لأن الحادث ده ما هين. يعني أنا بالنسبة لي كشخص كبير لما سمعت الكلام أنا ما قدرت أستحمله. طيب. فما بالك أن الأطفال اللي عاشوا. فأنا وباسم مركز الأحفاد للإرشاد وعلاج الصدمة النفسية بنقدم المساعدة للأطفال ديل ولأسرهم، ونحن بابنا مفتوح لهم في أي وقت ومستعدين لأي مساعدة في بتخصنا أو بتتقاطع في تخصصنا، نحن بنقدمها بكل تخصصية بكل أمان إن شاء الله. الحادثة دي مفروض كل أسر الأطفال الموجودين دي ما يمر عليها مرور الكرام متفقين على الحياة. صح. الأطفال دي مهما كان ثباتهم أو مهما كان إنهم بوروا إنهم لسه قادرين يكملوا، لكن الحاجه دي متفقين انه هي اكيد هزت فيهم حاجه. صح. يعني لما الطفل يقول لك انا اختي واخوي توفوا غرقوا قدامي يعني وانا طلعت، فما اعتقد انه يكون سوي نفسيا، ما حاجه هينه، حاجه صعبه شديد. فانتم مركز الاحفاد للارشاد والعلاج صدمات النفسيه. أيوه. تقدموا
بنقدم الخدمة كاملة إن شاء الله، مستعدين لكل الأطفال وحتى أسرهم أمهاتهم وآبائهم، نحن مستعدين نقدم المساعدة دي. طيب ده إعلان على الهواء ده إنه لكل الناس، ما أعرف إذا كان أهل الأشخاص أو أهل الأطفال مشاهدون الآن ولا لا، لكن ده خدمة قدمت مركز الأحفاد للإرشاد وعلاج الصدمات النفسية للأطفال اللي نجوا من الحادثة دي أو لأسرهم كلها، إنهم لأنهم محتاجين بجد إنه يمروا بالأزمة دي، لازم يساعدهم زول، يعني ما يقدروا يمروا برام لأنه صغر سنهم والحادثة كان كبيرة شديد ومفجعة لطفل عنده 8 ولا 9 سنين ولا 7 سنين يشوف أخوانه الشباب يتوفوا قدامه، يعني فمحتاجين إنه زول يمسك بيدهم ويشدهم، إذا كان حتى أبوهم وأمهم ساكتين قدامهم وما منهاروا، أكيد الثبات اللي بيكون من الأب والأم ده هيصليهم، لكن صغر سنهم محتاجين إنه شخص يقف معهم وشخص متخصص ويشيد من يدهم ويطلعهم من الأزمة الممكن تسبب لهم بصمة في حياتهم ما تتمسح كله كله. دكتور فاطمة محمد الطيب، أنا شاكر لك جزيلا لمبادرتكم دي، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم تقدروا تساعدوا الأطفال دي لأنه عادوا المحنة اللي هم كانوا فيها. وأشكرك على تواجدك معنا الليلة في صباحات سوداني. شكرا لك، تسلم كثيرا.